بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب قسم الأحياء كلية العلوم جامعة الملك خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنتكلم على المزارع السمكية، وقلنا في الصفات الطبيعية قبل كده. النهاردة بنتكلم على الصفات الكيميائية لمياه المزارع السمكية. أول حاجة من الصفات الكيميائية تركيز الأكسجين المذاب في الماء، درجة الملوحة السالينيتي للمية، تركيز ثاني اكسيد الكربون زي ما تركيز الاكسجين تركيز ثاني اكسيد الكربون، البي اتش درجه الحموضه ودرجه القلويه، وعسر الماء درجه عسر الماء، وتركيز العناصر والمواد السامه في الميه. دول صفات كيميائيه مرتبطين بالميه، وينجح لك المزرعه بتاعتك او يخسرك فيها. اول حاجه تركيز الاكسجين المذائب في الماء. يعتبر الأكسجين الدائم في الماء من أهم العوامل اللي تؤثر على عملية الاستزراع السمكي. طبعا المعروف الأكسجين، نقص الأكسجين إيه اللي يؤدي؟ زي ما كان درجة الحرارة شفنا قبل كده بتأثر، برضه نقص الأكسجين الدائم في الماء عند حد معين يؤدي إلى مشاكل عديدة. إذا استمر هذا النقص دون تدخل المربي فسرعان ما يحدث نفوق للأسماك. يبقى فعلا لو نقص الأكسجين تموت الأسماك أكيد. مشكلات اللي يتعرض لها السمك عند نقص الأكسجين إيه؟ الموت المفاجئ او التدريج الاسماك، كل يوم تلاقي فيه كميه كبيره ماتت، او النهارده يموت شويه بكره يموت شويه، يموت تدريج. نقص معدلات النمو، السمك ما بتزيدش في حجمه. الاجهاد، الاصابه بالاجهاد وظهور امراض مختلفه. توقف الاسماك عن الطعام وفقدان الايه الشهي. تحط السمك تلاقي الاسماك من ليه؟ لان في نقص اكسجين، فانت تعرف ان في نقص ايه اكسجين. في دلالات بقى ممكن تعرف منها في المزرعة بتاعتك إن في فعلا حصل نقص للأكسجين. تجمع الأسماك عند سطح الماء وأفواهها مفتوحة، تلاقي فاتحة إيه بقها وطلع إيه على سطح المية في محاولة إنها تاخد أكسجين من الهواء، وفي حركة مستمرة للحصول على الأكسجين. ترنح الأسماك وسباحتها ببطء. تجمع الأسماك عند بوابات الري، الجزء اللي هو بيدخل فيه المايه ده بيبقى دايما الاجزاء دي بيبقى الاكسجين فيها عالي شويه، فبتتجمع عندها على اساس ان يبقى فيه جزء من المايه متسرب فيه كميه من الاكسجين. نفوق الاسماك طبعا وخاصه اثناء الليل، عدم اقبال الاسماك على الطعام، كل ده من دلالات نقص الاكسجين. الاسباب التي تؤدي لنقص الاكسجين في المياه ايه؟ موت النباتات طبعا اللي بتقوم بعمليه البناء الضوئي، وبالتالي تتحلل ويخلص الاكسجين بواسطة البكتيريا. نقص كميات الايه الضوء اثناء النهار الذي يؤدي لنقص معدلات البناء الضوئي. زياده معدل التنفس الاسماك نتيجه لتعرضها لظروف غير طبيعيه مثل اثاره او ارتفاع درجه الحراره، كل ده بيخليها تتنفس بسرعه فالاكسجين يقل. تزويد الاحواض بكميه كبيره من الغذاء، تحط غذاء اكثر من الايه اللازم، فبالتالي يؤدي ايه تفوق احتياجات الاسماك، وبالتالي تحلل جزء منه واكسدته ونقص الاكسجين، وهو ما يستهلك نسبه عاليه في الاكسجين الذائب. زياده كثافه النباتات والطحالب في الحوض عن المعدل الطبيعي اللي هي بتستهلك عمليه الاكسجين في عمليه تنفسها. معالجه نقص كميات الاكسجين بايه؟ عالج بايه؟ اول حاجه يتم عن طريق التهويه الميكانيكيه، زياده حركه الميه عن طريق مضخات الايه الهواء، مع من اكثر الوسائل استخداما طبعا لزياده الايه الاكسجين، تقليب الهواء، اضخ هواء في الميه وبالتالي ندخل الاكسجين. كذلك ايه تستخدم وسائل اخرى مثل الايه البدالات وشفط الماء ثم اعاده ضخه مره اخرى، يبقى على هيئه دفقات تسحب الميه وترجعها تاني في الايه المزرعه. اضافه املاح معكسده للماء مثل برمنجنات البوتاسيوم، ده مهم جدا، اللي انا زي طريقه مكلفه طبعا ولا تؤدي الى زياده كبيره في نسبه الايه الاكسجين. التنبيه على عمال المزرعه اللي عندك بعدم تغذيه الاسماك او نقلها في حاله نقص اكسجين، وقف الغذاء، لان الغذاء زي ما قلنا لو زاد يحصل له عمليه اكسده واستهلك كميه اكسجين، وبالتالي ما تغذيهاش، سيبها شويه بحيث ان انت الاول تتغلب على مشكله نقص الايه الاكسجين. معالجة نقص برضو الأكسجين في المياه زي ما قلنا تلعب الحرارة دور مهم جدا في ذوبان الأكسجين، حيث تتوقف درجة ذوبان الإيه على درجة الحرارة ودرجة ملوحتها طبعا، ويعتبر تركيز 5 مللي جرام أكسجين لكل لتر، شوف قد إيه،
5 ملي جرام أكسجين لكل لتر، معدل مناسب لمعظم الأسماك. وأعرف حد بيسموه الحد الحرج للأكسجين، ما يقلش عن كده. يبقى ده أقل كمية أكسجين في المية تقدر تتحملها الأسماك، بيسموها 5 ملي جرام. يعني بقى أن بعض الأسماك المياه الباردة تحتاج تركيز أعلى من كده طبعا، كما أن هناك أنواع أخرى من الأسماك يمكنها أن تعيش في مياه يقل تركيزها عن كده، عن 5 ملي، وده طبعا من ضمنها سمكة البلطي. النقطة التانية في الصفات الكيميائية درجة مريحة الإيه المياه. يمكن تعريف الملوحة بأنها كمية الأملاح الذائبة، صح؟ في 1 جرام أو 1 لتر من الماء. يبقى عندك 1 لتر من المية، تشوف فيه ده يبقى قد إيه كمية الأملاح، يبقى دي درجة مريحة المية. وتقاس الملوحة طبعا عن طريق جهاز يسموه السلينوميتر، جهاز السلينوميتر يقيس الملوحة. تقسم الأسماك إلى 3 أقسام طبعا برضو لدرجة تحملها لدرجة الملوحة. أسماك المياه المالحة التي تعيش في مياه البحر، حيث تزيد درجة الملوحة كام؟ 30 جزء في 1000. أسماك المياه العذبة التي تعيش في المياه الإيه؟ العذبة، درجة الملوحة ما تزيدش عن 0.5 جزء في 1000. أسماك بقى المياه اللي هي قليلة الملوحة بيسموها الماء المسوس أو ماء البرك، براكش ووتر، وهي التي تعيش في مياه تتراوح ملوحتها ما بين أعلى من 0.5 وأقل من 30. احنا قلنا 30.5، يبقى هي اللي إيه الأسماك اللي بتعيش في المنطقة المتوسطة دي، ما بين 0.5 وما بين 30. هناك أنواع من الأسماك يمكنها أن تتأقلم على التغير الشديد في ملوحة الماء، أي يمكنها أن تعيش في المياه الإيه العذبة وفي المياه الإيه المالحة دون أن أي إيه أن يحدث فيها أي آثار. معظم هذه الأسماك تعتبر أسماك المهاجرة، صح؟ اللي بتعيش في المياه العذبة في مرحلة من عمرها، وتعيش في المياه المالحة في مرحلة زي أسماك السلمون. بصفة عامة فإنه يجب أخذ الملوحة في درجة الاعتبار طبعا عند إنشاء المزرعة واختيار نوع السمك المناسب لهذه. ما تجيبش مثلا مياه أنت عارف إن هي بتعيش في المياه البحر وتروح تحط لها مياه عذبة، مش هتنجح معاك. ثاني أكسيد الكربون، درجة زي ما قلنا تركيز الأكسجين والملوحة نقول ثاني أكسيد الكربون. ربما لا يصبح ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الماء مشكلة في حال إذا كان نسبة الأكسجين عالية. إمتى يبقى عندك في مشكلة في ثاني أكسيد الكربون وارتفاعه؟ إذا كان الأكسجين قليل. فقد تتحمل الأسماك القراميط مثلا نسبة 140 جزء في المليون من ثاني أكسيد الكربون في حال توافر 10 أجزاء مليون من الأكسجين. طالما في 10 أجزاء من الأكسجين يبقى أنا هتحمل حتى لو نسبة ثاني أكسيد الكربون ارتفعت ل 140. وتسبب زيادة هذا الغاز في الماء ووصوله إلى المخ وقلب السمكة طبعا يسببه إيه؟ طبعا لو زاد يسبب إيه؟ موت السمكة. مما يقدر بالإشارة إلى ذكر أن مياه الآبار يقل محتوى الأكسجين ويزداد ثاني أكسيد الكربون، لذا لابد من استخدام مضخات أكسجين لتعديل نسب إيه؟ كل منهم. يعني إذا كنت هستخدم مياه آبار تبقى أنت عارف إن ثاني أكسيد الكربون فيها زيادة والأكسجين إيه فيها قليل، فبالتالي لازم تستخدم مضخات عشان تزود الأكسجين الموجود فيها. بعد كده درجة الحموضة والقلوية. الحموضة طبعا لمين؟ لأيون الهيدروجين هو المسؤول عن الحموضة. ويقول الخبراء في مزرعة السمك أن تجاوز البي اتش بتاع الهيدروجين من 4.5 لـ10 يعوق نمو الأسماك. يعني من 4.5 لـ10 ده درجة تعوق نمو الأسماك. المعروف مقدار البي اتش في المياه العذبة متغير ما بين 8.1 ل 8.3. المياه المالحة في المناطق السطحية يقل إلى كام؟ 7.5 في الأعماق. مؤشرات الحموضة تتأثر بوجود نبتات مائية مستهلكة لثاني أكسيد الكربون، لأن ثاني أكسيد الكربون بيزيد لما يزيد يزود الإيه؟ الحموضة حتى في جسمك أنت في الدم بتاعك. تظهر العديد من أمراض الأسماك نتيجة حموضة الإيه الماء، حيث يتولد عن ذلك العوم البطيء وأذى الجلد وتشوه لون الإيه الخياشيم، تلاقي الحواف بتاعتها لونها بقى بني مش أحمر. انخفاض درجة حموضة الماء يحوله لماء سام لمعظم الأسماك الموجودة، بقى ماء غير صالح. وده حتى بيحصل لما المياه العادية اللي بنشربها العادية لو اتعرضت لبعض الظروف القاسية زي درجة الحرارة العالية أو تغيرات درجة الحرارة أو الإشعاع أو الكلام ده أو تخزين المياه بشكل خاطئ،
عند رقم حموضة 5 تبدأ الأسماك في النفوق، عند الأربعة ونص لأي العشرة تموت الأسماك، عند 5 تبدأ تموت، حيث تغطي جسمها طبقة بيضاء وتفرز كمية كبيرة من المخاط، وتتحول أطراف الخياشيم إلى اللون الإيه البني. تعرف أظن إن البي اتش مش مظبوط. القلوية عكس التاني، قلنا هناك كانت بتتحكم فيها الهيدروجين، تعد مقياسا لكمية الكربونات والبيكربونات اللي هي القلويات يعني موجودة في الإيه ماء المزرعة. تقدر القلوية المناسبة لنمو الأسماك ما بين، قلنا زمان هناك الأربعة ونص لعشرة، هنا من 50 ل 200 جزء من مليون، ويعطي ارتفاعها دلالة على صلاحية الماء لنمو الأسماك، حيث يمكن تحسين قيمتها بإضافة ما يسمى الجير، أو يسموها أي الجير، كربونات الكالسيوم، بيسموها عملية التجهير، إنك تضيف كربونات الكالسيوم في المية عشان ترفع قلوية المية. درجة عصر الماء، وده النقطة اللي بعد كده، هي مقياس لتركيز أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم. يبقى الكربونات والبيكربونات قلنا ده درجة الإيه القلوية المية، لكن الأيونات الكالسيوم والمغنيسيوم ده عصر الماء، فالماء يكون ماء عسر إمتى؟ عندما تكون يحتوي على كمية عالية من هذه الأيونات الكالسيوم والمغنيسيوم، كما ارتبط أيضا بشكل كبير بدرجة الإيه الحموضة والقلوية. تأثر معادلات كل منهما بإضافة الإيه الجير لعملية التجهيز زي ما قلت لك. ويقدر الخبراء أفضل معدل لنمو الأسماك ما بين 50 ل 300 جزء من الإيه 50 ل 300 جزء في المليون من هذه الإيه الأيونات الموجودة. معدل العناصر بقى والمواد السامة، وده آخر صفة من صفات الكيميائية للمياه المزرعة، يؤدي تواجدها في ماء الاستزراع بنسب معينة يطلق عليها النسبة القاتلة طبعا إلى نفوق الأسماك، ليثال دوز للجرعة المميتة أو التراكيز المميتة، كما أن تواجدها في معدلات أقل من هذه النسبة المميتة يؤثر على صحة الأسماك. يبقى تركيز لو وصل لدرجة اللي هو التسمم هتموت، أقل منها يبقى نمو الأسماك وصحة الأسماك مش هتبقى بالإيه الدرجة اللازمة. وبالتالي تراكم، لما تزيد بقى الإيه المواد السامة دي تتراكم في أنسجة الجسم كالكبد والخياشيم والقلب والطحال والعظم، مما يسبب إيه حدوث تغيرات فسيولوجية وظيفية لهذه الإيه الأعضاء، تؤثر على الخصوبة وتؤثر على المردود بتاع النبي، يبقى هتلاقي عندك الأسماك قليلة، وبالتالي تؤدي لتراجع في معدلات التكاثر، تؤدي إلى ظهور تشوهات في الأسماك والذريعة، تركيب الوظائف الخياشيم، تزيد من استعداد الوراثي للأسماك المصابة بالأمراض، وبالتالي يبقى كل ده بيأثر على الفائدة الاقتصادية من المزرعة، وبالتالي يبقى لازم العناصر والمواد السامة تكون قليلة في المزرعة في مية المزرعة. والسلام عليكم ورحمة الله.